طبابة مع عبد الله العامري. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبابة تأتيكم عبر إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حكون معكم أنا عبد الله العامري يوميا من السبت إلى الخميس من الثانية إلى الثانية والنصف ظهرا، وتقدروا تسمعون على مختلف ترددات الإذاعة في المملكة أو عن طريق تحميل تطبيق ألف ألف أف أم من الأب ستور وجوجل بلاي. موضوع حلقتنا لليوم علاج العصب وصرف المضادات الحيوية. في هذه الحلقة حنتكلم إن شاء الله على أهمية علاج العصب في حالات التسوس العميقة، وأيضا الحالات اللي يعالج فيها العصب، وأيضا دور المضادات الحيوية في علاج العصب والتحديات والمشاكل المتعلقة بعلاج العصب والعديد من المواضيع في هذه الحلقة. وأيضا نستقبل آراءكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور لؤي الصوفي، استشاري علاج عصب وجذور الأسنان بعيادات الدنتاليا، وأستاذ مشارك ورئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز. حياك الله دكتور لؤي. الله يحييك، فرصة سعيدة تواجدي في هذه القناة المميزة مع المقدم المتميز عبدالله العامري. الله يحييك. بداية دكتور، في عالم علاج العصب يعني في ممكن يكون عليه نوع من الأشياء اللي ما هي واضحة لعموم المراجعين، للأشخاص اللي مثلا يعانون من أعراض ممكن تكون مشابهة أو أنها تكون أعراض علاج العصب. إن شاء الله يعني في هذه الحلقة إحنا ودنا نزيح الستار مثلا عن هذه المغالطات وأيضا طرق العلاج الصحيحة في هذا المجال. بداية مع أهمية علاج العصب في حالات التسوس، أو إذا بنذكر الآن ما هي العلامات والأعراض لعلاج العصب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول شيء زي ما قلت أنت تفضلت، موضوع التسوس هو الموضوع يبدأ بوجود تسوس في الأسنان. وجود التسوس يبدأ مع أعراض بسيطة زي حساسية مع المشروبات الحارة أو الباردة، أو حساسية مع المأكولات اللي فيها سكر الحلوة. في البداية لما يكون التسوس سطحي الأعراض هذه بتكون بسيطة خفيفة وبتزول الأعراض بسرعة شديدة. كل ما زاد عمق التسوس في السن وقرب من منطقة العصب أو المنطقة الداخلية في السن الأعراض دي بتزيد، ممكن تجي بشكل مفاجئ، بتستمر فترات طويلة، المريض بيحتاج ساعتها ياخذ مسكنات. الأفضل طبعا أنه المريض قبل لا يوصل للمرحلة هذه أنه يزيل التسوس، يسوي حشو للسن عشان يتجنب الأعراض المستقبلية ويتجنب أنه يدخل في الحاجة أنه يحتاج علاج عصب. جميل. لكن الآن إذا بنيجي نتكلم عن التسوس، هو كم مرحلة يكون إلين ما يوصل للجذور؟ التسوس يبدأ في الطبقات الطبقة الخارجية للسن اللي هي المينا. الطبقة هذه التسوس فيها ممكن بالمحافظة وبتنظيف الأسنان ممكن يرجع التسوس ويعاد ترميم السن طبيعيا بدون أي تدخل. هذه المرحلة اللي يمكن تفادي فيها التسوس يوصل. نعم. المرحلة الثانية إذا وصل للطبقة الداخلية اللي هي العاج، إذا وصل للطبقة هذه غالبا لازم زيارة طبيب الأسنان لإزالة التسوس وعمل حشوة. إذا وصل لعمق كبير في السن وقرب من منطقة العصب وبدأت الأعراض الشديدة اللي قلت عليها، ألام شديدة، ألام ما تروح إلا بالمسكنات، آلام تستمر لفترات طويلة، في ساعتها لازم مع التشخيص في العيادة وعمل الأشعات اللازمة يقرر الدكتور هل ممكن في مجال للمحافظة على العصب أو أنه لازم نسوي إجراء علاج العصب اللي هي طبعا تنظيف قنوات العصب وحشوها، وبعدها بيكون في عمل حشوة خارجية للسن أو تلبيس على حسب وضع السن بعد علاج العصب. نعم، إحنا نتطرق لطرق العلاج بالتفصيل، لكن رجوعا إلى الأعراض، هل الأعراض هي فقط يعني تكون آلام، ولا يكون يعني مثلا بيصاحبها انتفاخ في الخد أو في الفك؟ يعني هو ممكن يكون تشابه أعراض الخراج أن يكون في انتفاخ، فهل الخراج أيضا يكون من العلامات المتقدمة أم الخراج يكون
أعراض أخرى لشيء آخر غير التهاب العصب؟ طيب، في مرحلة التهاب العصب الآلام بتكون زي ما قلت مع البارد مع الحار مع الأشياء السكرية والحلوة. هي تكون يعني آلام لحظية ولا آلام مستمرة؟ إذا تطور الموضوع إنه العصب التهب التهاب شديد بتكون آلام مستمرة. نقطة الخراج اللي ذكرتها هذه مرحلة جدا متقدمة، هذه مرحلة متقدمة إنه انتهينا من مرحلة التهاب العصب وصلنا لمرحلة نسميها تهتك العصب أو تعفن العصب. وصار في إفرازات من داخل قنوات العصب، يعني بدل الأنسجة الداخلية الأصلية حقة العصب صارت اللي عايش داخل قنوات العصب الآن بكتيريا وميكروبات، الإفرازات حقتها بتخرج على الأنسجة المحيطة بالسن اللي هي العظم وبتسبب التهابات في العظم ومستقبلا بتسبب الخراج والانتفاخ. فالخراج والانتفاخ هذه مرحلة متقدمة من مشاكل علاج العصب. أهمل علاج العصب لسبب أو لآخر تكون الخراج، لكن إحنا في مرحلة متقدمة يبغى لها زي ما يقولوا طريقة مختلفة في العلاج أو إدارة مختلفة. جميل، فهذا يعني هو العلامة الأخيرة. بالضبط. لكن الآن يعني إحنا ذكرنا إن بداية مع تسوسل الأسنان هو ليكون أحد الأسباب المؤدية إلى التهاب في العصب. صحيح. طيب هل في أسباب أخرى تؤدي إلى التهاب العصب بدون مثلا ما يكون في إشكال في السن؟ طبعا في حالات كثير من ضمنها حالات الرطوط أو الكسور أو الحوادث. ممكن أحيانا تجي رضة أو ضربة على السن بالذات الأسنان الأمامية في الأطفال اللي هم ما بين سن 13 إلى 16 أو 17 سنة، ممكن الرياضيين في الملاكمة، ممكن أي رياضة فيها ضربات تجي على الوجه ممكن تأثر على الأسنان، ممكن يحصل ضرر للعصب بدون لا يكون فيه تسوس. هل يعني الآن هذا السن وفوق يكون العصب أو تحت يكون العصب؟ لا، العصب السن من الخارج طبقة المينا والعاج، هذه طبقات صلبة. جميل. داخل السن في تجويف. في التجويف هذا بيوجد العصب. طبعا العصب هو عبارة عن أنسجة أوعية دموية وخلايا ومستجيبات مستقبلات حسية وأعصاب، هو نسيج مكتمل. إحنا بنسميه العصب لأنه هو اللي بيعطي الإحساس للسن، بيعطي إحساس البرودة والحرارة في السن. ولكن هو نسيج مكتمل، لما يبدأ يتضرر النسيج هذا تبدأ الدورة الدموية فيه تنقطع، ويبدأ بدل ما يكون فيه خلايا وأنسجة صحية وسليمة في الجسم تبدأ الميكروبات والبكتيريا تتكاثر. جميل. يعني إن السن يتحرك أو إن مثلا يكون فيه كسر فيكون في وصول لالتهابات او للهواء. أيوة. فبناء عليه يصير الالتهاب. نعم. ايوه. فهل في مثلا اعراض اخرى غير الضربات الجانبيه او زي ما ذكرنا ان يكون في التهاب، ولا هي في المجمل هي هذه ابرز في الاعراض؟ في المجمل هذه ابرز المشاكل. نعم. الاشياء اللي بتؤدي الى تضرر عصب الاسنان. جميل. احنا ان شاء الله نكمل في باقي محاورنا لليوم مع دور المضادات الحيويه في علاج العصب، لكن استاذنك واستاذنا الساده المستمعين ونطلع فاصل بسيط. ولا يزال في ضيافتنا مستمعي الكرام دكتور لؤي الصوفي استشاري علاج عصب وجذور الاسنان بعيادات دنتاليا، وأستاذ مشارك ورئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان في جامعة الملك عبد العزيز. ولا نزال أيضا نستقبل أراكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. نطلع فاصل بسيط وراجعين. طبابة مع عبد الله العامري. حياكم الله مستمعين الكرام وعودة مجددا بعد الفاصل، ولازلنا مستمرين في عنوان حلقتنا لليوم علاج العصب وصرف المضادات الحيوية. ولا نزال أيضا نستقبل أراكم وأسئلتكم على رقم الواتساب 055-66-89-01 أو عبر الهاتف 900-66-01-2. أرحب بضيف حلقتنا لليوم دكتور لؤي الصوفي استشاري علاج عصب وجذور الأسنان بعيادات دنتاليا، وأستاذ مشارك ورئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز. حياك الله مجددا دكتور لؤي. طبعا احنا الآن فيما قبل الفاصل تكلمنا بشكل عام عن ما هو العصب وأهمية علاج العصب والمضاعفات في حال ترك العصب، بداية مع الآلام والأعراض المصاحبة ووصولا إلى زي ما نقول النقطة الأخيرة اللي هو الخراج.
فالآن إذا بنيجي نتكلم على دور المضادات الحيوية في علاج الأسنان، فمتى يتم صرف المضادات الحيوية في حالات علاج الأسنان؟ طيب، في معظم الحالات وفي المرضى اللي ما عندهم أي مشاكل صحية مزمنة، حالات علاج العصب العادي اللي هو المريض وصل لمرحلة إنه في آلام شديدة في السن مصاحبة مع الحرارة والبرودة زي ما قلنا، في معظم الحالات هذه ما بنحتاج صرف المضادات الحيوية، وأفضل علاج بيكون هو زيارة استشاري أو أخصائي علاج جذور وعصب الأسنان وبداية العلاج مباشرة، وممكن العلاج زي ما قلنا ممكن يخلص في جلسة واحدة. الحالات اللي ممكن يحتاج فيها صرف مضادات الحيوية، ممكن بعض المرضى اللي يكون عندهم بعض الأمراض المزمنة أو أمراض نقص المناعة، أو في حالات المرضى لما يكون في أعراض مصاحبة، مثلا يكون الخراج منتشر في المنطقة خارج الفكين، يعني في انتفاخ في المنطقة المحيطة بالأسنان خارج الفم في الخد في تحت العين، توصل يعني لجهة ممكن العين في مراحل متقدمة، ممكن يوصل معانا إذا أهمل علاج العصب ووصلنا إلى مرحلة تعفن العصب بيصير في خراج وانتفاخ. المرضى اللي بيكون عندهم مثلا سخونة مصاحبة للموضوع، إرهاق، تعب، ممكن نصرف لهم مضاد حيوي عشان نتجنب إنه يكون في التهاب عدوى بكتيرية مستقبلية. جميل. يعني الآن إذا بنقول فوائد المضادات الحيوية، هي تكون تكمن فوائدها في إيش؟ إن محاربة الالتهابات والانتشار مثلا العدوى. بالضبط. هي تساعد مناعة الجسم لمحاربة العدوى في حال انتشرت في مناطق إضافية خارج الفم. جميل. طيب، مثل ما تعرف دكتور إن لكل مثلا علاج أو لكل استخدام أدوية يكون لها أعراض جانبية، ففي الحديث عن الأعراض الجانبية في المضادات الحيوية، هي بيكون فيها أعراض جانبية أم إذا بنقول كثرة استخدامها يكون لها عواقب أخرى؟ هي كثرة استخدام المضادات الحيوية بدون حاجة لها عواقب أخرى، ومن أكثر العواقب اللي بتصير إنه بتبدأ البكتيريا اللي موجودة في الجسم تتعود على وجود المضادات الحيوية، وينشأ شيء عندنا اسمه بالإنجليزي سوبر بكتيريا أو سوبر باك، بالعربي بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. فممكن في لحظة من اللحظات المريض يحتاج مضاد حيوي لمشكلة كبيرة، ويلاقوا صعوبة في إيجاد مضاد يقدر يتعامل مع البكتيريا هذه. فهذا إحنا تخوفنا من كثرة صرف المضادات الحيوية في حالات علاج عصب الأسنان بدون حاجة. بس إنها يعني تعتبر يعني صرف أو استخدام المضاد الحيوي في معظم الحالات علاج حالات العصب إنها تكون يعني أمر ضروري لتفادي مثلا انتشار العدوى إلى باقي الفم. أيوه. نعم. طيب الآن ما بعد إذا نقول عولج هذا العصب أو في أثناء علاج هذا العصب، إيش المصاعب اللي تواجهونك كفريق طبي في علاج هذا العصب؟ هل مثلا لضيق المكان أم لعدم مثلا تجاوب من المريض إذا كان صغير؟ فإيش أبرز الأشياء اللي تواجهونك؟ طبعا المرضى الصغار اللي هم خلينا نقول ما بين 10 و12 و14 سنة أحيانا بنلاقي صعوبة في التعامل مع المرضى هذول، لأن هم اصلا عاده علاجهم بيكون عن طريق الاستشاري او اخصائي طب اسنان اطفال، فبنلاقي صعوبه. بعض المرضى مثلا عموما علاج العصب فيه صعوبه ضيق المكان، المنطقه اللي بنشتغل فيها منطقه جدا ضيقه. نعم. احنا باستعمال الاجهزه المكبره او الميكروسكوب بنقدر نشوف اماكن قنوات العصب، بعضها بتكون فيها حوالينا تكلسات بتكون عميقه جدا، فهذه الأجهزة هي اللي بتساعدنا إنه إحنا نؤدي العلاج بشكل ممتاز للمريض. بدون الأجهزة هذه ممكن نلاقي صعوبات في عملية العلاج. النقطة الأخيرة طبعا دائما ننصح المرضى إنه إذا رحت جلسة علاج عصب لازم الطبيب يستعمل معاك العازل المطاطي، لأنه بدون علاج عصب بدون العازل المطاطي هو إجراء خاطئ. نعم. العازل المطاطي اللي هو اللي يعزل جميع الأسنان عن السن المصاب، هو يعزل السن اللي حيصير فيه علاج عصب عن بقية الفم. احنا نبغى نمنع اي ميكروبات موجودة في اللعاب حق المريض من انها تدخل داخل السن اثناء عملية العلاج، لانه اثناء علاج العصب احنا بنستعمل محاليل بتعقم قنوات العصب وتنظفها، وفي نفس الوقت احنا المحاليل هذه ما نبغاها تدخل في فم المريض ويبلعها ويتضرر منها. ثالثا الادوات والموارد اللي بنستعملها
ما نبغاها تنزل في فم المريض وممكن يبلعها، ممكن تدخل في الجهاز التنفسي وتسبب أمراض. فاستعمال العازل المطاطي خلال علاج العصب شيء جدا ضروري. نعم. طيب الآن علاج العصب هو الآن في استئصال وفي علاج، وإيش في من طرق العلاج للعصب؟ شوف، لما تكون الأنسجة موجودة هذا نسميه استئصال. إحنا بندخل استئصل العصب كامل كاملا. بندخل لقرامات العصب في مبارد وأجهزة معينة بنستعملها بتوسع القناة، وبعدين في محاليل معقمة بتنظف القناة وتدوب الأنسجة اللي الداخلية هذه وبتخرجها. إحنا كده بنجهز القناة لاستقبال حشوة العصب. حشوة العصب اللي هي إذا ما كان في عصب، إذا ما كان في إجراء عصب سابق بنسوي حشوة عصب. يعني بنجهز المكان، بنحضر قرامات العصب ونعقمها، وبعدين نحضرها لاستقبال حشوة العصب، وبنحط حشوة العصب ونقفل السن. طبعا بعد ما حشوة العصب بيكون في حشو دائم للسن أو تلبيس على حسب حالة السن. في حالات أخرى اللي هي بتجينا أسنان ممكن كان في إجراء عصب سابق ولكن صار بطريقة خاطئة، من ضمنها مثلا ما استعمل العازل المطاطي، بعضها مثلا ما استعمل المكبر أو الميكروسكوب في العلاج، فبيكون في بعض القنوات ما يكون في دقة. نعم. أيوة، ما في دقة في العلاج، في بعض القنوات ما بيصير لها علاج أصلا، يعني بتفضل الأنسجة زي ما هي. هذه مع الوقت الطويل بتسبب خراج والتهابات تحت السن. فهذا نسميه إحنا الإجراء هذا إعادة علاج العصب، اللي احنا بنفتح السن من اول وجديد، بنشيل العلاج القديم كاملا، بنشوف اي قنوات ما تعمل لها علاج او ما صار لها علاج، وبننظفها ونجهزها ونحضر السن لاستقبال حشوه عصب من اول وجديد. جميل. يعني الان انت تشيل السن وتعالج العصب وترجع السن مره ثانيه، ولا تسوي فتحه؟ لا، هو السن موجود. أيه؟ السن موجود في مكانه. احنا نفس الاجراء اللي صار بنعيده، يعني بنزيل العلاج القديم او حشوات القديمه. نعم. ونعيد تعقيم وتجهيز القنوات وتنظيفها لاستقبال حشوة جديدة، حشوة عصب جديدة. جميل. أنت الآن ذكرت أن من ضمن خيارات العلاج في الخطة العلاجية أن يكون في استئصال العصب. فهل لو استئصل العصب هل بيأثر على الأسنان أو بيأثر على شيء؟ يعني السن لا كان موجود، يعني أنتم الآن تستطيعون إزالة العصب بوجود السن، صحيح كذا؟ صحيح صحيح. أو يكون السن غير موجود ويزال العصب، في الحالتين إيش اللي بيأثر فيه؟ لا، السن مو موجود، العصب مو موجود. هو قد أصلا إذا خلع السن زي ما قلت لك العصب الداخلي حقه والأنسجة الداخلية بتخرج مع السن. كده أنت خلاص شلت السن وصار المكان فراغ ممكن تحط فيه زرعة مستقبلا، يعني هذا شيء مختلف تماما. علاج العصب بيصير والسن موجود داخل الفم. جميل. طيب الآن يعني في ظل التطورات اللي تصير وبشكل عام التطورات الطبية، لكن في الحديث عن تطورات علاج العصب، هل هناك يعني ممكن يكون في تقنيات جديدة أو تطورات تساعد في علاج العصب وتسهم في تحسين النتائج؟ يعني أكيد أنت ممكن عاصرت يعني بعض الأجهزة وبعض تطورات مرت عليكم في وقت عملكم، فإيش اللي كان فارق معكم في ظل هذه التطورات؟ هو الحقيقة يعني في آخر 30 سنة مجال علاج العصب حصل فيه تطورات كبيرة. بداية من استعمال الأجهزة المكبرة أو الميكروسكوب، الأدوات والأجهزة والمواد بتتطور بشكل مستمر. ولكن آخر تطورات اللي بتصير إنه استعمال الموجات الصوتية مع المحاليل المعقمة في تعقيم القنوات. قنوات العصب التشريح الداخلي حقها جدا معقد، والأجهزة الحالية والمبارد بتوصل لأماكن معينة، لكن التفرعات الداخلية الدقيقة، الموجات الصوتية أو تفعيل الموجات الصوتية مع المحاليل المعقمة بتساعد في تعقيم قنوات العصب بشكل أفضل. فسهلت عليكم كثير. هذه يعني لسه هذه أشياء جديدة لسه في الماركت، ولكن هي عليها تجرى عليها دراسات الآن. ممتاز. لاستعمالها. طيب الآن أنت عارف يعني علاج العصب يعني ممكن يكون شيء مؤزم لكثير من المرضى، إن لما يوصل تقول لي أنت الآن تحتاج إزالة عصب أو تحتاج أي إشكال أو أي إجراء في العصب، هذه بتكون مشكلة كبيرة. فإن كيف يعني لو في نصيحة معينة توجهها للأشخاص عشان يقدر يحافظ على سلامة السن وسلامة العصب كأساس؟ أول نصيحة أوجهها للمرضى إنه
تحاول تتجنب انك انت توصل لمرحله علاج العصب. وطبعا يعني وصوله للمشكله هذه يكون بالتسوس فقط. بالتسوس معظم الاحمال بشكل مباشر بشكل نعم. عام بالتسوس. فاحنا النصيحه الاولى تجنب انك توصل لمرحله العصب. راجع طبيبك كل 6 اشهر، خذ اشعات في الجهتين عشان تتاكد لكل الاسنان عشان تتاكد انه ما في تسوسات. اذا في تسوسات عالجها. اذا وصلت لا قدر الله لمرحله انه انت تحتاج عصب، اختار الطبيب المناسب، اقرا، ثقف نفسك في الموضوع ولا تسكت على الموضوع. يعني بعض المرضى تخوفهم من زيارة طبيب الأسنان يمكن لتجارب سابقة، تخوف من التخوف من بعض المرضى مثلا البنج ما يكون اشتغل كويس، الإجراء كان متعب، بعض المرضى بتجيهم مشاكل ما بعد العلاج، بعض المرضى يعني مثلا يتوقع انه هو اول ما يبدأ زيارة العصب انه بعد كده ما في ألم. لا، بعد زيارة العصب في ألم متوقع، عشان كده احنا بنصرف بعض الأدوية المسكنة للالتهابات زي البروفين او السلبيدين او البنادول عشان تخف المسكنات عشان تخفف الآلام اللي بتنتج بعد بعد علاج العصب. فهذه كلها عوامل المريض ممكن من تجارب سابقة لما يحس انه يحتاج علاج عصب يحاول يتجنب الموضوع او يهمله، ولكن اهمال الموضوع يزيد من المشكلة. نعم. وأخيرا وصلنا في نهاية الحلقة، بختم معك في جانب المغالطات اللي تشوفونها في الأشخاص اللي مثلا يواجهون مشكلة في العصب ويعالجوها بطريقة يعني ممكن ما تكون فعالة، زي مثلا استخدام بعض الأشياء في البيت، يعني القرنفل والأشياء هذه، يعني عرفت كيف؟ فهل هذه أنها تكون مجدية أم إن بيكون لها تأثيرات غير سليمة أو غير حميدة على السن والفم بشكل عام؟ هي طبعا زي القرنفل، القرنفل مادة احنا بنستخدمها في بعض حجمات العصب، هو له ميزة مسكنة لآلام الأسنان، ولكن هي ما هي طريقة سليمة ولا طريقة صحية انك تستخدمها بشكل مباشر. ايوه. اول او افضل طريقة لعلاج العصب هي اجراء علاج العصب من اول جلسة او من على طول. ما ينفع ننتظر او نستخدم الاشياء اللي نسويها في البيت عشان نحل مشكلة العصب، لانه هذه بنحل المشكلة وقتيا، بخف الألم بشكل مؤقت، بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين حيرجع الألم مرة ثانية بشكل أسوأ، فما بيكون في فائدة، بالعكس أنها بتزيد من سوء الحالة. التأخير بيزيد من مشكلة علاج العصب. نعم. وأيضا يعني بشكل أخير، يعني علاج العصب مدة العلاج ما طول، معظم الحالات بتخلص في خلال ساعة إلى ساعة وربع، وما بعد الإجراء تكون فترة العلاج هذه جلسة العصب بيخرج المريض. أحيانا ممكن إذا الوقت يسمح ممكن نسوي له حشوة دائمة، أو إذا المريض يحتاج تلبيس أو ممكن يراجع عيادة التركيبات لعمل تلبيس للسن في وقت آخر، لكن جلسة علاج العصب في معظم الحالات بتخلص خلال ساعة إلى ساعة وربع. فساعة أهون من عذاب أو من آلام تستمر معك لأيام وممكن أشهر. سابقا مع عدم وجود التقنيات كانت ممكن الطبيب يحتاج جلستين أو ثلاثة، حاليا جلسة واحدة. نعم. كافية. بفضل الله ثم بفضل التقنيات تسهل وتقل وقت العلاج. أخيرا ووصولنا إلى نهاية حلقتنا اليوم، أشكرك جزيل الشكر دكتور لؤي. شكرا لكم على الاستضافة، وقناة متميزة ومضيفة متميزة. الشكر لكم أيضا مستمعين الكرام، كان في ضيافتنا دكتور لؤي الصوفي استشاري علاج عصب وجذور الأسنان بعيادات دنتاليا، وأستاذ مشارك ورئيس قسم علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة الملك عبدالعزيز. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعين الكرام، كنت معكم أنا عبدالله العامري من التقديم، والشكر إلى زميلي من الإخراج عمر حسين وخالد القايدي. نلقاكم مجددا على نفس الموعد والتوقيت. مع السلامة.